نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الهي امين. لسن نمبر 194 سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے لے کر 227 تک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسرائيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أن يعلمه إسرائيل يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين الأعجمين على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون توكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عثيم تنزل على كل أفاك عثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا
پھر سے سنائیں گے اس آیت کو. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. کہ جی الحمدللہ یہ لسن ہمارا مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. الہی آمین.